معلومة لازم حضراتكم تعرفوها، اكتشافات الغاز الأخيرة هتدينا قوة كبيرة في صناعة البلاستيك تحديداً، لأنها مكون رئيسي في التصنيع للخامات، وده في حد ذاته بيدي قيمة مضافة للغاز، بمعنى القيمة المضافة لأي خام بتخلي سعره يتضاعف ما بين 120-130%، وده اللي بيحصل لسعر الغاز النهاردة لما بيدخل في صناعة البلاستيك على سبيل المثال. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين البلاستيك بيدخل في كل حياتنا تقريبا. الشركات المصرية اللي بتنتج الخامات اللي هي شركات البتروكيماويات مش قادرة، عندها قدرات محدودة، وقللت الحصص المقررة عليها للنص لمعظم المصانع. ده معناه ان احنا عندنا أزمة في التصنيع وتوافر الخامات، محتاجين ندور على مناشئ. موقفنا ايه في مناشئ العالم المتخصصة في هذه الصناعات او هذه الخامات؟ كل صانع بيشوف ايه المنتج اللي بيريحه او بيشتغل معاه بصوره جيده على الماكينات الخاصه بيه. احنا بناخد، احنا عندنا من الامارات بنجيب من دول شرق اسيا، بنجيب من دول كثيره، يعني ما فيش منشا لصناعه البتروكيماويات مصر ما بتستوردش منه. هل احنا بنحاول النهارده بمساعده الدوله ان نقلل من حجم الواردات؟ طبعا بإنشاء المجمعات اللي كلمت عليها دهيت. طيب توافر الغاز دي برضو نقطة مهمة، هل الغاز متوافر؟ الحمد لله النهاردة في جزء منه متوافر، ولكن النهاردة الاكتشافات الجديدة بنحاول ان احنا نزود من طاقة الاستكشافات عشان نقدر نوفر الغاز اللي هيساعد على انتاج البتروكيماويات. وده في المرحلة دي تعتقد ان شغالين على قدم وساق في موضوع الاستكشافات وانشاء مصانع جديدة. التطوير بقى، عملية التطوير وجذب استثمارات خارجية سواء كان في صناعة البتروكيماويات او المنتج النهائي. النهاردة احنا كل الصناع بتحاول ان احنا نجذب استثمارات خارجية. خليني اقول لحضرتك على ارقام مهمة جدا انا رصدتها في المجلس التصديري للكيماويات والاسمنة. حضراتكم دعيتوا اكتر من 60 بعثة مشترين بيلفوا على المصانع المصرية عشان يعقدوا صفقات، كمان بعثات تجارية هامة جدا مصرية شاركت فيها شركات كتير جدا لحوالي 6 دول. بنخطط ازاي لزيادة الاتجاهين دول خلال عام 2024؟ قبل ما نتكلم على بعثات المشترين، هل البعثات دي جابت نتائج إيجابية ولا لا؟ وهو ده المؤشر الحقيقي، وده اللي احنا رصدناه، وهو ده اللي احنا عاملين بيه تقرير كويس جدا وعاملين بيه. ايه تفاصيله؟ تفاصيله ان احنا لقينا ان كل بعثة بنجيبها او كل مشتري بنجيبه بيزود لنا على الاقل من 1-1.5% من حجم صادراتنا، ودي نسبة كويسة جدا. طبعا يعني انا النهاردة لما اجيب 60 واحد يمكن اكتر من نص الناس ديت حققنا بيهم نتائج ايجابية، النص التاني في طريقه، وما بنسيبش، احنا مش الزبون اللي بيمشي نسيبه كده يمشي وخلاص، لا، بنفضل بنتابع مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نقنع هذا الزبون ان انت جيت، انت شفت، احنا وراك، احنا بندعم، لو حاجة محتاجها اضافية بنعملها له، لو عايز يشوف مصنع تاني منافس للمصنع اللي جاله الاولاني لان الاولاني ده ما كانش بيحقق له الرغبة حقه بنعمل كده طبعا، وده دورنا برضو. وفي نفس الوقت بعثات البعثات التجارية اللي بنطلعها بره، هل محققت؟ لا طبعا، حققت يمكن اكتر من المعارض. ليه؟ لان المصدر رايح وحاطط هدف، رايح لزبون بعينه، فيمكن طرق الابواب هي من انجح الطرق لزياده حجم الصادرات. دلوقتي احنا في اجواء كرنفاليه، احتفاليه كبيره جدا بتشارك فيها 400 شركه تحت اسم معرض بلاستكس، صناعه كبيره جدا في مصر وواعده جدا. الفرص فين في هذه الصناعه؟ وشايف الصناعه دي رايحه على فين مع معرض 2024؟ احنا بادئين السنه بمعرض فيه 400 شركه بخلاف المشاركات الدوليه. انا بس اللي هو المعرض، هما معرضين مش معرض، هو عرس كبير، هو بلاستكس وايجي بلاستكس. هما معرضين في نفس التوقيت في نفس المكان، معرض متخصص في الماكينات ومواد الخام، والمعرض الثاني متخصص لللوكال ماركت او السوق المحلي والمنتجات الكامله الصنع. المره دي طبعا عدد كبير جدا، فوق 400 عرض، منهم 12 دولة. انا عندي 12 دولة، هل ال 12 دولة المشتركة دي لو مش عارفة ان مصر سوق واحد ما كانتش هتيجي؟ طبعا لو ما كانش سوق واحد طبعا. فدي ده دليل نجاح كبير جدا. نستهدف بهذا المعرض زيادة حجم صادراتنا في صناعة البلاستيك، نستهدف مشتريين جدد، نستهدف استثمارات جديدة،
يعني المصنع المصري بده موجود عشان يشوف مكن، عشان يشوف خامات، عشان نوفر المنظومة كلها تبقى منظومة متكاملة. فإحنا مقارنة بالسنوات السابقة أو بالمعارض السابقة اللي عملناها، ده أكبر معرض اتعمل مش في مصر بس ولكن على مستوى شمال أفريقيا. البيئة والتوافق البيئي، عملنا إيه في الملف ده عشان نضمن استدامة التصدير؟ قريب جدا هتلاقي في دول في العالم تقول لك مش هستورد غير مع مصانع متوافقة بيئيا واخدة شهادات. احنا شغالين مع كذا جهة برضو في موضوع البيئة دوت، سواء كان مركز الانتاج الانظف او مركز الالتزام البيئي اللي تابع لاتحاد الصناعات ووزارة البيئة، بتساعد فيهم الاثنين دول ان احنا نصل للمصانع المصرية لاعلى جودة لاقل مشاكل بيئية، خاصة بعد الكوب 27. يعني بعد الكوب 27 احنا علينا التزامات كبيرة جدا تجاه البيئة في تخفيض الانبعاثات الكربونية طبعا وبصورة كبيرة جدا، فإحنا ملتزمين، إحنا ماشيين مع المنهج العالمي في الجزء البيئي وتنمية البيئة وانخفاض في المشاكل البيئية اللي كانت موجودة قبل كده.